إذن متابعي الشفشفي، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من هنا من إقليم مدينة أسفي، بالضبط بالسوق ديال الأربعة مول البرقي، لأن أكبر سوق مشاهدينا اللي مشهور في الإقليم. كدير خويا؟ بخير، صباحك مبروك بعدا، أمورك على خير؟ كدير السوق اليوم؟ بخير وأنا خير. مزيان؟ صوم ولد أحبك. كلشي بخير وعلى خير الحمد لله. الوقت هاني، الوقت ناشطة، بخير وعلى خير. اللهم لك الحمد. العام زين الحمد لله، الله يرزق الصحة والسلامة. ناشطين نتوما بخير. بخير وعلى خير، اللهم لك الحمد. شو تبغي تقول للناس اللي كيشوفوك عبر الجريدة تشوف كيفي؟ الله يحفظهم من طنجة الكويرة، الله يسهل على كل واحد. الله يحفظهم ويسهل عليهم. احنا خير موجود اليوم في السوق، الاجواء كيدير الاجواء في السوق. بخير وعلى خير. وصف لي الناس اللي السوق دابا كيدير. السوق من داكشي زوين، السوق زوين، اجواء مزيانه. مزيانه خويا. شحال داير دير الليمون؟ شحال كتبيع الكاس ديال الليمون؟ 4 دراهم. 4 دراهم الكاس؟ اييه طبيعي داكشي. يعني ثمن مناسب، ثمن مزيان. من داكشي رخيص. كيدير الليمون الكاليتي ديالو والجودة ديالو؟ كيدير الجودة ديال الليمون؟ الليمون مليح. كاين يعني كاين يعني جودة مزيانة. جودة مزيانة. تبارك الله عليك خويا ونهارك مبروك. الله يحفظك الله يسهل عليك. شكرا. الله ينورك. الله ينورك. وحي الملك الله يسهل عليك. خوتي وحبابي. الله يعاونك خويا ونهارك مبروك. شكرا. إذا دائما متابعي شوف تي في، حنا الآن معكم في هذه الجولة من السوق الأسبوعي الأربعاء مول البرقي إقليم آسفي. إذن كيف ما كتشوفوا الناس فرحانين، يعني السوق عامر اليوم. السلام عليكم شباب، بخير؟ هاني كدير السوق اليوم؟ كدير البيع والشراء؟ أنت معنا الآن على جريدة تشوف تي في مع المباشر. شو تبغي تقول للناس اللي كيشوفوا؟ السوق منور. السوق منور؟ منور، السوق زين أوجد. شحال دير الشفنج؟ نعم؟ شحال دير الشفنج؟ وكنبيعها ب 80. يعني 14 درهم. وكنت مخلي لنا الزيت اخويا، زيد نشرب ب 15 100. يعني انتم كتشكاو من الغلاء ديال 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 الزيت. ديال الزيت. شحال تزاد السعر ديال الزيت؟ الزيت تزاد في 20 درهم في البيت، بالخامسة. يعني 20 درهم في كل خامسة. كل 5 ايترو ياك. بالنسبة لهاد الزيادة اللي تزادت في الزيت، يعني ما زدتوش نتوما في الثمن ديال الشفنج؟ ما كديناش. كاين إقبال اليوم في السوق؟ شوية، الله يجعل البركة. اللهم لك الحمد. السوق زين. تبارك الله عليك أسيدي وصباحك مبروك. الله يحفظك. الله يحفظك. إذا غنحاولوا مشاهدينا أيضا نقربكم من الأثمنة ديال الخضار، الفواكه، اللحوم. شحال واصل الثمن ديالها؟ واش كاين الجودة؟ واش كاين أيضا إقبال عليها؟ يعني بقاو معنا مشاهدينا، نحاولوا نقلوا معكم المكان اللي كتباع فيه الخضار وكتباع فيه اللحوم. ثلاثة سنيدة، جوج ديال السينية، واحد كف. إذن دائما كنقول لكم أسعد الله صباحكم متابعينا الكرام من هنا من إقليم مدينة أسفي، ومن إقليم أسفي يعني بغيت جميع السادة المشاهدين اللي داخلين معنا لهذا البث يثبتوا معنا الوجود ديالهم من أي حي أو مدينة كتابعونا. ترجمة
السلام عليكم، كيداير الحاج؟ بخير. شحال داير اللحم؟ 60 درهم. 60 درهم الثمن مزيان ولا طايح ولا؟ الثمن ديال السوق هو هذا. كاينه الجودة؟ كاينه الجودة، كتكون خير الحمد لله. هذه الأضاحي يعني ديال الصباح. هاد الأضاحي ديال الصباح ديال السوق. ديال الصباح. كاين إقبال اليوم في السوق؟ الله يجعل البركة، كيكون خير الحمد لله. شحال كيكون خير أسي. يعني شنو تبغي تقول للناس اللي كيشوفوك دابا عبر هذا المباشر؟ الناس الزبناء ديالك اللي كيجيو تقدام عندك، شنو تبغي تقول لهم؟ مرحبا بهم، مرحبا، مرحبا بالناس. الناس. شكرا سيدي وصباحك مبروك. إذا الثمن ديال اللحم كيفاش شاهدتو معنا؟ يعني داير 60 درهم. كيداير الحاج؟ بخير. هاني شحال واصل اللحم؟ 12 كاين بالنسبة للثمن في المتناول؟ بالنسبة للثمن مزيان؟ مزيان الحمد لله. اللحم طالع ولا هابط في الثمن؟ طالع. اللحم طالع، شحال موالف كيدير عندكم هنا؟ شحال موالف كيدير الثمن ديال اللحم عندكم هنا؟ 11100. 11100. تبارك الله عليك أسيدي. لأن متابعينا الثمن ديال اللحم يعني داير 60 درهم. تبارك الله عليك. كاينه الجودة اليوم في السوق الشريف؟ كاينه الجودة. شحال الثمن؟ كاينه 60 درهم، 65 درهم. طالعين هو 12 مليون. دير الحاج بخير. بخير هاني. كيدير البيع والشراء اليوم؟ الله يجعل البركه وصافي. ما المهم غالي. السوق عامر؟ عامر. يعني الثمن ديال المواشي طالع؟ غالي الوقت، غاليه غالي غالي. كاين طالع لنا ب 1300، كنبيعو ب 1200. يعني شنو السبب اللي كيخلي المواشي تطلع في الثمن؟ والله اعلم. العلف غالي. بالنسبة كاين إقبال عليكم اليوم؟ كاين إقبال، الناس كتجي تشري من عندكم؟ هي وكان الناس تعافى البركة وصافي. يعني الناس أثرت عليهم هذه الجائحة ديال كورونا؟ وي. ما بقاش ذاك الشرا ديال الأول، بيع الشرا ديال الأول يعني. تصور فيا. أييه. أنت معنا مباشرة دابا في جريدة تشوف تيفي. جوزيان. شوف تيفي، جردة شوف تيفي. هاك هاك هاك. Allah'a emanet.
اذا مشاهدينا شكون اللي توحش هذه الاجواء هذه ديال الاسواق الاسبوعيه، يعني هذه الاجواء هذه ديال هذه الاجواء الطبيعيه والرائعه. يعني حقيقه المتابعين الكرام، يعني الجائحه ديال كورونا يعني بدلات بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال التقاليد يعني تبدلوا بسبب الجائحه. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا متابعينا، يعني الخير موجود، يعني الخضره متوفره. السلام عليكم، حاج بغير كنسولوك على الاثمنه ديال الخضار شحال واصله؟ مرحبا بك معنا بعدا، صباحك مبروك. ممكن تقرب لنا للساده المشاهدين كل يعني كل حاجه والثمن ديالها؟ كاينه بطاطا ب 60 درهم. لا دولي على الكيلو. بطاطا شحال الكيلو؟ كيلو 40. بطاطا 2 درهم الكيلو. خيزو؟ 2 درهم الكيلو. خيزو 2 درهم. الدنجال؟ الدنجال 70 هو الفلفله. الدنجال 70 هو الفلفله. مطيشه؟ 4 درهم. مطيشه علاش كطلع وتهبط في الثمن؟ خصوصا في شهر رمضان كتشوفوا مطيشه انها كطلع بزاف في الثمن، علاش شنو السبب؟ مع السوق، مع السوق، مع الاثمنه، مع السوق، نوبه كتكون طالعه، نوبه مهوله. نوبه هابطه. مع السوق. السوق كيدير اليوم في البيع والشراء مزيان؟ شويه. كاين اقبال؟ شويه. يعني مابقاش ذاك الاقبال على السوق بحال الاول. لا لا، كاين السلعه، كاين السلعه كثيره. تبارك الله عليك وصباحك مبروك. الله يسر امرك. يعني مشاهدينا كيف كتلاحظوا معنا، يعني كاين اثمنه في المتناول ديال الجميع، يعني اثمنه كتراوح ما بين 2 دراهم 4 دراهم. مال بخير هاني، ممكن نسولوك خضره شحال واصله، شحال داير الثمن؟ لا شيء لا شيء، كي داير بعدا؟ الله يلا بخير. لاباس عليك الله هاني؟ الله يبارك فيك. شنو بغيت تقول للمشاهدين اللي كيشوفوك دابا؟ والحمد لله. الناس اللي كيتقداو من عندك شنو تقول لهم؟ الله يجازيهم بخير. بالنسبه قول لي قول لي غير الثمن ديال كل حاجه شحال واصل؟ خويا البصله 40 30 40 خيزو 40 سلاوي 70 80 ماقيشه كانت دايره 120 ولا دايره 100. شو السبب ديال الارتفاع ديال المطيشه كتطلع كتهبط؟ شنو؟ وانا باغا تكون في الوالد ديالو، باغا تكون في الوالد ديالو، باغا تكون داكشي ما زيد كتدور على توجه. سلاوي شحال واصل؟ سلاوي 80. سلاوي 80. خيزو 40 هو بطاطا. الخيار؟ الخيار 50 60 حتى 40. البصله شحال دايره؟ والبصله خويا 30 ريال. البطاطا؟ البطاطا 40. البطاطا 40. يعني اثمنة في المتناول ديال الجميع. ثمن مزيان. ثمن نمر واحد. السوق اليوم عامر خاوي، وصف الناس السوق كيداير. عامر سوق عامر. السوق عامر اليوم. تبارك الله عليك. الله يسر الامور والله يعاونك. مزيان مع الراجل. كدير السوق اليوم اسي؟ السوق زين. انت جاي تقدا؟ اي جاي نتقدا. من بلاصتك من المنطقة انت؟ من هنا. من مول البرقي. من مول البرقي. كيف دايرش كيف كيبان لك السوق اليوم كي داير الاثمنه؟ وصف الناس اللي كيشوف الناس اللي كيشوفوك دابا عبر هذا المباشر، وصف لهم السوق يعني كيدير كيدير الرواج ديالو. السوق زين شويه، الله يجعل البركه مليح. اييه انا جيت تقدا الوليدات اليوم. اييه الله يسر لك اسيدي ونهارك مبروك. شكرا. تبارك الله عليك. شكرا. تبارك الله عليك. لا مرحبا راس العين. كبير منهم.
إذن كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، يعني كاين الجودة، يعني الجودة متوفرة وأيضا بأثمان مناسبة. السلام عليكم. ياك بخير هاني. تقربنا من الثمن ديال الدجاج، يعني شحال واصل؟ بيبي هذا بيبي شحال؟ 660. الثمن ديالو مزيان؟ مزيان. كاين شي ارتفاع؟ كاين شي ضروري كاين ارتفاع شويه. شو السبب اللي كيخلي ان الدواجن يعني كترتفع؟ ما قلت العلف، وداكش العلف غالي الله يصوب. كاين اقبال اليوم في السوق شويه؟ اقبال مزيان الحمد لله، الله يجعل شي بركه. يعني الثمن هو 33 درهم. 33 على العمر، حاجه زوينه. انا شحال خديتي؟ 2300 تدوي. ها 2300. 2300 تقول لي هذيك القنطه بشحال تبيعها؟ حال لا ما نزيدش. لا والله لا الثمن ماشي بحال بحال يوم العمر. شحال تبيع انت؟ هذا انا حطيت فيها تقريبا نمشي بحال هذا. الله يعاون خويا، نهار مبروك. شكرا. إذن دائما مشاهدينا كنقربكم الأثمنة الآن ديال الدواجن، شحال دايرة؟ خويا السلام عليكم بخير هاني؟ نسولو على الثمن، نسولوك على الثمن شحال واصل؟ 320 الله يسر. يعني الثمن ديال الدجاج مشاهدينا واصل يعني 16 درهم. كدير سيدي بخير؟ شي بخير. مرحبا هاني، امورك على خير؟ بخير. كدير بيع وشرا اليوم؟ مزيان. كاين الجوده؟ جوده مزيان. انا الكبده 100 درهم خمنها التقليه الحمراء. قربني شوف شوف باش نقربوا، شوف غير باش نقربوا الساده المشاهدين. مرحبا. كل حاجه قربني من الثمن ديالها، وريها لي وقربني من الثمن ديالها. التقليه 25 درهم. نشوف 25 درهم التقليه مليح.
تقلية 25 درهم. 25 درهم تقلية يعني الكيلو؟ اه 25 درهم. الحمراء شحال؟ 45 درهم، سني الحليب. الحمراء 45 درهم. كيف سني الحليب؟ اه مليح سني الحليب. يعني صغير؟ باقي صغير، باقي صغير، بحال سني الحليب تا. الكرعين داكشي مليح. الكرعين ورينا الكرعين. شحال الثمن ديالهم؟ هادو كيتباعوا الكيلو ولا؟ لا هكا. شحال كيدير الثمن ديالهم؟ كل جوج ب 3000، شحال كيوزنوا تقريبا؟ يعني 150 درهم لكل جوج. ثمانية كيلو اللي وزنين. خمسة. سبعة. كيلو. تسعة كيلو. بحال هكا يمشي 400 قال شي حاجة، شي 300 شي حاجة. بحال شي 300 وشي حاجة للكيلو. الكبدة، الكبدة شحال دايرة؟ 90 درهم. 90 درهم. الجبانات 90 درهم، باقي الغلمي ديالنا. البقري ديالنا ما بقاش، باقي هادشي ديال الغلمي. الكبدة مشاهدينا يعني دايرة 90 درهم. كعاوي. هذا شناهو؟ كعاوي 30 درهم. زينين هذا الصابون. شناهو الكعاوي؟ البيضة ديال التور هذي. البيضة ديال التور هذي كتصوبوها حتى هي. الحم شحال داير؟ الحم 60 درهم. كفته، كفته كدير الكفته 70 درهم. 70 درهم. يعني السوق اليوم مزيان عامر؟ مزيان، السوق مزيان ناشط. شنو تبغي تقول للناس اللي كيجيو يتقداو من عندك والناس والزبناء ديالك يعني بصفة عامة؟ مرحبا بهم، الناس اللي متهلاو في الناس والناس كيجيو عندنا. تبارك الله عليك سيدي. ونهارك مبروك. هذا الكليان ديالنا كيجيو عندنا. اش عيب في يعني دلوقتي. يعني أنت كدور في جميع الأسواق يعني الأسبوعية. شنو هما السواق اللي كتمشي لهم؟ كندير كزولة، سمت كزولة، حد حرارة، الغربية، اثنين الغربية، مول البرقي، الأربعة مول البرقي، الأربعة مول البرقي، الخميس راح، الخميس كترتاح مع الوليدات، شوية، الله يخليهم ليك، شنو تبغي تقول لوليداتك من هذا المنبر، العائلة ديالك اللي كيشوفوك؟ هذا ولدي، تبارك الله، هذا ولدي شنو هو؟ يعني دابا مخدم معك أولادك؟ مخدم معايا أولادي، الله يخليهم ليك، اللهم آمين، نهارك مبروك خويا، شكرا، الله يستر. الله يكبر بك خويا، شكرا، ميرسي بوكو، الله يحفظك. إذا متابعي جريدة شوف تي في، يعني ما سخيناش بهذه الجولة حقيقة، استمتعنا معكم بهذا يعني بهذا المنظر الرائع ديال يعني الأسواق الأسبوعية، الأسواق الأسبوعية يعني اللي حقيقة يعني بزاف ديال الناس توحشوا هذا الجو ديالهم. السلام عليكم خويا بخير، هاني ممكن تسولو كدير الاجواء؟ اجواء زينه، اجواء مزيانه. انت كدير يعني كدير الشواء؟ ايه. شنو النوع اللي كتشوي غير اللحم ياك؟ بالنسبه ل كاين الجوده؟ كاين الجوده، كلشي كاين الجوده مزيانه؟ كاين اقبال اليوم في السوق عامر؟ ايه كاين. تبارك الله عليك خويا والله عاون. إذن متابعي شوف شباب، يعني غنوصلوا معكم للنهاية ديال هذا البث المباشر من هنا من إقليم آسفي، بالضبط بالسوق الأربعة مول البرقي. إلى اللقاء، على أمل أن نلتقي بكم في بث آخر إن شاء الله.